لما بصفة عامة، اللي هي ما نحكيوش زاد على لما في شقة الفاطر، نحكيو حتى لما في السهرية. فما البعض اللي يقولك اللي رمضان قبل كان يجمع الشمل أكثر، كان يقرب لبعيد، كانت العباد تستنى في رمضان باش تقعد مع العائلة، باش يتبادلوا الزيارات سورتو مع الأقارب، كان فما تحذير على بكري رمضان. فما عديد التقاليد زادة في بعض المدن وبعض الجهات التونسية اللي تعطي قيمة كبيرة الرمضان. طيب يقولك لا تبدلت، نقصت، ما عادش موجودة برشا اللمة، عكس بكري كانت تتلم العائلة الكبيرة في أيامات كانت معروفة، ليل 27، ليلة النص، الجمعة الأولى متاع رمضان. لكن اليوم يقولك لا، العائلة الصغيرة أصبحت هي وحدها تتلم، العائلة الكبيرة بعدت برشا على بعضها بحكم البعد، بحكم السفر، بحكم المشاغل الحياة، بحكم الظروف زادة. دونك هذا كنا نحكيو فيه معكم انتم 72 328 500. ماذا بينا نسمعوا تحذيركم انتم رمضان، ذكرياتكم زادة مع رمضان، وهل التونسي في نظركم يعطي قيمة للمة وإلا لا؟ معنا نزيها بالتليفون. مرحبا، أهلا بيك. عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك، تحية ليك وبيك. عايشك مرسي، يعطيك الصحة. يعيشك، بارك الله فيك، تفضل. عايشك مغربية، حبيت نشارك جيت باش نحب نعيشك أنت وشوية من المستمعين اللي يسمعوا فينا، يمكن ما عاشوش اللي أنا عشته في فترة السبعينات والثمانينات كيفاش كنا نعيشه في رمضان. أي قل لي. دونك كنا قبل بشهر كانت الوالدة الله يرحمها كانت تحضر الدقيق نتاع خبز الصابونة، تحضر الشوربة الشعير، تعمل الزبدة العربي، السمن، الفحات، تعملها تشريها وتقديها تحضرها في الدار. يجي رمضان كنا ما كناش عنا تلفزة، احنا كنا بالراديو نسمعوا رمضان ولا لا. وكنا العشية هذيك نحتفل، يعني عيد عنا الصغار كل، بالنسبة لنا رمضان كامل يتعدى عيد. كنا في العشية نتلموا في الصغار نلعبوا، وتبدأ الوالدة تحضر في العشاء، وكل الأخواتي الكبار كل واحد عنده مهمته، واحدة تحضر في البن، والخو ولا الأخت يعمل في الكورديان، وكانت تفكروا كانت تعرفوا ما نعرفش الكورديان. وبنك وكلش زادا معناش ضو، معناش جامع، الوليدات اللي متاع 12-13 سنة يسمعوا فوق الصحات باش يراقب السمعة متاع البلاد اللي مجاورة لنا احنا. السمعة في تشعل تسمع تصفيق الوليدات او صيح نزل وفي الفرحة وكلها نغط نحطه نلقى الصفرة محطوطة في القاعة وفيها الخيرات السبعة الحمد لله كل شيء محضر باليد، وتشوفك الفرحة متاع الصغار والبو والأم المؤمنين، وتشوف بعد اللي فما بعد الأذان نشق الفطر وتقنى وأذاننا كلها متجهة نحو الراديون نسمعوا في الابتهالات، وبعد الابتهالات تجينا سكيت نتاع شناب. اي شناب، اي يا حسرة. رجعت يعني نوري بلونتي تو. احنا صغار بعشر سنين حبيبي شكل ما نفكرها مليح ما نجهزها مليح شناب ما تتعود الفترة هذيك. كنا نسمعوا معناتها كاين احسن مسلسل، كاين حاجة من وراء الخيال نسمعوا فيها شقايف رحامين على الاخر وساكتين ونتبعوا فيها يا حسرة. وقتها كانت موجودة برشا معناتها المسلسلات الإذاعية في الوقت ذاك معناتها. اي الإذاعة. حتى اللي عنده تلفزة معناتها قليل برشا احنا. دونك نكملوا المسلسل تاع شنان، نتلموا في الصغيرات ونخرجوا للحومه، كانت طقس سخون نقعدوا حتى الاولياء زادا نتلموا صغار الحومه والاولاد والامهاتنا وكل يتلموا. اللي تجيب براد التاي معاها تجيب، واللي تجيب قهوتها، واللي تجيب شويه الغله تجيب، وكل نبداو نحكي ويحكيونا في خرافات نتاع بكري شنو صار شنو كذا وكذا. قلنا زادا كنا نسمعوا فيها، واحسن مسلسل هذاك كان عندنا احنا. وبعد في السهرية الوالدين بالطبيعة هما تقام يخدموا صايمين وكل يرقدوا، ما احنا ما نرقدوش، نقعد نستناو في عمي الحبيب البوندي الله يرحمه باش يجيب الطبين نتاعو يبدا يدور بالدار بالدار يطبق وقت السحور. هذا السحور ولا وقت السحور وما يسيبكش الا ما هي تحل الباب ولا الشباك، يعني باش يطمن عليك اسكي انت قمت ولا لا. هكا والله وتامر الشباب زاد يفرح كثير يدوروا في دار العرس تصفيق وتطبيل ودنيا وغناء وكل يعمل لك الدرايز سنين كل دار اللي مثلا بها وعنده قفط ومعلقه على الجنب، ثم اللي يعطيه سحوره
ما يخليش بلاشي اللي عنده حاجة شهوة الكل يحطها له عامل يهزها باش تتصحر كل كان جو بصراحة كان جو حلو جو كبير جو كبير وجو حلو فقط مع كان كلمة الصغيرات صحة شريف تتعلم منها حتى وعاملين مدفين قلوها اللي يشوف واحد أكبر منه عامل صحة شريف صحة شريف تسمح لك الكلمة هذه تبدلت تبدلت وخي تحكي تحكي ما حسيتك تحكي نزاع وكأنه كل الحنين تاعك الذكريات اللي والله من الصعب إنها تتعاود ما تتعاود زي ما تتعاود وكل قاعدة متاع بيتري وكل حاجة كل كل فرحة متاعك الصغار والأوليين فهم على وجوه مبسوطين ثم 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 قناعة كبيرة برشة تحسها راضين باللي حتى هي راي عايشة بسيطة على الأخر هي راو الأوليات القهم ثم قناعة كبيرة ثم محبة ثم حاجة تقسمها مع غيرك في رمضان اللي ما عندوش تعطيه اللي ما سمعش بخبر عنده خبر خايب تضحكوا حاول باش توصل النصال به كانت حاجات حلوة على الأخر والناس تذوق بعضها والناس مع تقريبا لبعضها مات على الأخر تو ما نجموش احنا ما نجموش نقرأ الأمل ونقولوا ليه ما عادش رحمة وليه وكذا وكذا خاطر الدنيا تبدل جيل ولا جيل انترنت ولا تلعبت السهرية يظهر يعني يمشي البويا يمشي القهوة يظهر ولا يمشي التراويح كل واحد كيفاه والأم تلقى روحها وحدها خاطر زاد الأولاد يخرجوا للبلاد يمشوا للقهاوة يمشوا مع أصحابهم يتلاقاوا وحتى اللي تلقى في الدار تلقى شاف تليفون وكونكتي ولا تلقى متبع مسلسل كذا وكذا معناتها لكن لما العائليه اللي كناها نشوفوها بكري تبدلت ما عادتش سويكه ما زال الخير ما زلنا نشوفوا في الجوامع تلقى القران بالعشيه وتلقاها في الخطب نتاع الامام وتلقى ثلاث تراويح تسمعها حتى انت في دارك تسمعها تخرج حتى في العشيه تخرج للسوق تلقى تبارك الله ما شاء الله الخيرات طبعاً موجوده ما لقري المقدرة الشرائية ضعفت على الأخر مي نحاولوا احنا مش لازم تشري الكيلو وتشري الطل وتشري نصر طل بس حرم شروعك وشهر رمضان هو شهر عبادة قبل كل شيء هو شهر محبة شهر تسامح نحاول باللي بربي اللي ما عندوش يعطي لك الزوالي واللي بيع يحاول ما يحاولش فرصة هي في رمضان باش ما يحاولش معناتها يحاول يبسط وما يحاولش تكون فرصة باش هو يغلي الأسوام على غيره خاطر تعرف تونسي مسكين ما عادش قادر وكل يتلقى شهوته هو يقعد يمشي يدور في الأسواق يشتي حاجة ينظر لها ويروح ما يشريهاش احنا نحاول بالله ما نخليوش المواطن التونسي يتشهى وما ينجمش يشري ونحاولوا باش نتعاونوا بعضنا حتى بكلمة حلوة أكيد. حتى بكلمة هكا ترحم المواطن ونحاولوا باش نوصلوا الميثاق اللي هو رمضان شهر عبادة راه ماهوش نتاع ماكلة وماهوش نتاع فخرة وماهوش نتاع حتى شيء واضح شكرا لك يا ربي ان شاء الله يكون طالع خير علينا احنا الكل يا ربي وان شاء الله يجينا بالخير والبركة وعلينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية يعيش بارك الله فيك شكرا لك نزيه تحية ليك تحية ليكم انتم زاد 72 328 500 على ذمتكم مدام منيرة معنا بالتليفون مرحبا عسلامة يا أسامة عسلامة مرحبا بيك ولدي يعيش. كنت متأكد لي أنت باش تطلب في الموضوع هذا وأنا ياسر ياسر نحبكم أكثر وأكثر خاطر تدلوني شوية يعيش. أنا مريضة وعندي فعلا فصحى معاكم قلت لكم يعيش. ياسر كبيرة توا كيما نزيها كانت تتكلم يعطيها ألف ألف صحة من عندي خاطر عبرت على برشا أفكار إيجابية أسامة أنت قلت قدمنا شوية التفكير في الموضوع وكونترير بارك الله فيك على خاطر مش ليل صلى الله نتحدثوا على المرضى يصوموا ما يصوموش وش نحضروا رمضان فرصة ياسر ياسر حلوة أقل شيء بل بأسبوع بارك الله فيك وسائل الإعلام هذا دور دويك أنا ما كشفتني من البارح الله يرحم كل من مات وربي صبره وذاك نصيبه والكل مدى بيه أنه فيه ديما بنظرة تفاؤلية إيقاع العصر اليوم في برشا حاجات إيجابية معاها ما نجموش نحافظوا على برشا حاجات من تقاليدنا معناتها الفارط تقاليدنا في يعني العائلة قبل صحيح الناس تعيش برسك فرد دار العائلة ساعة المكبرة سليف وكذا يعيشوا فرد نهج فالتقارب هذيك يخلي العلاقات أقرب اليوم نحبوا نعيشوا مستقلين وفرادين كونفور كذا في بورتمان ما نجمش يكون انا وجاري كل حد معناتها وظروفه من بلاده وقتاش يتلقى ما نلوموش على بعض تلقى ناس تحب بعضها وتحترم بعضها لكن ايقاع الحياه ايقاع الحياه العصريه بون رمضان عنده المفروض معناها بعد ديني
واللي كنت تقول فيه توانزيا صحيح مازال القرآن والصدقات والتراويح وذي ربما نجي لكلمة تراويح ونقول لك هي اللي غيرت برشا 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 اللمة العائلية. قبل ما نوصل لهذا التحذيرات قبل صحيح فما التحذيرات تقتضيها يعني شنو هو سبيسيال قبل مثلا معناتها كيفاش تحضروا باريكزامبل في بنزرت اللي عندهم تبييض نتاع دار عربي يبيضوا الفريش يكون مغسول مستعد هذا باش يتلفاو التعب في رمضان وعندنا خاصه تحضير العجائن الطريه لي بات فريش نعملوا ياسر حلال نوع اخر تحليل مرقيق اسمه قط خميره تجي مفوره لذيذه عندنا المقرونه منقوبه منا ومنا زاد لذيذه ياسر النواصر عندنا نوع نتاع رشته دي كنجارة دي كوبوت تعمل مالحة وحلوة دونك العجائن هذه ساعة الكل يرتاحوا منها طبق الملسوقة الفواكه الدرع النشاء الحاجات معناتها اللي عطروا بيها وكذا كما قلت لك نوع من التنظيم للحياة ونوع من تلافي معناتها إهدار الصحة والشريان وواحد تبدأ خلقه في وزنه كما يقولوا هما هذه معناتها والتوابل اللازمة خاصة لرمضان الكرفة الحاجات اللي معناتها يفوحوا بها أكثر من العادة هذا الكل كان في الـ في الـ معناتها يصير في الدار معناتها يتلموا العباد مع بعضها حمامره كبيره ثلاثه سلايه في عيش الفردار الطفله الصبيه ما تخدمش المراه هي فما وضعيه جديده المراه في البيت فشؤونها وعنايتها ببيتها ما تخلصش عليه راهو تويك اليوم ربت بيتي انا ربت بيتي يا اخي نظموا ديارنا راني كلها واجبات افيك بليزير وما كانتش تاخذ مسكينه معناتها باهي برشا كيف في رمضان يجيب لها قطيعه معناها للعيد وللي طيبت بالباهي وكل شيء فما قناعه ورضا بالقدر وبالمصير الرجال كانت تعرف ربي في حق المراه المراه تعرف حدودها نرجع بك للتحذيرات دونك هذه بعض التوابل والفواكه وش ما يلزم معناتها الشهوي نتاع العيله فما تنظيم اخر يعملوا قائمه شنو هما الحاجات الجاريه اليوم حلال غدوة جو سي با برغل جاري شربة صعير فيرميسال بويا بون وشنو نطيبوا معناها العجائن كل واحد ياخذوا له كل ليله غدوه اش تحب نطيب لك شهوه مش شاوي يطيبوا زبديده يقولوا لها اللي توا يتفخروا يا اسامه طيبت وفضل لي والكل قاعد علاش طيب حتى يفضل معناها قلنا معناها مفتاح الحياه العصريه التنظيم الطيب زبديده لاعقه اللي تمسح الصحن وتنزل كسرونه فارغه. والله بالحق ثم تدلل عائلتك الكل كل واحد تمشي له نهار شهوته معناها سينو ما تنجمش تطيب كل شيء حاجه اخرى ما خيبها ياسر تتلهف الناس راهو الانسان المتحضر ما يتلهفش اللهفه عند الجيعان البريك راهو كل يوم كل يوم راهو ماصل راهو تويك لعبت تستدعى بعضها باش نعملوا كئيبه بريك ما عادش فين دوك تذهب بيهم الناس اللي تيم بتحل عينيا كان بكعبه بريك انا في بلاد راجل يقول لك زوز بريكات يا ناري ياسر على المعده فما حاجه اخرى الحصص نتاع التغذيه ونتاع الاشهار والطبخ المسؤولين على التغذيه يقول لك تجنب كل ما هو دسم ومقلي والبيض وكذا 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 الاشهار يا حبيبي انت تتحدث على الكروفيت المراه عامله كما قلنا البارح من الظلام للظلام اللي تقدر على الكروفيت هي عندها طبيخه وعندها ساعات ريزرفاسيون واللي مش يقول فتره برا من البيت شو تحكي انت على لما يا اسامه باهي قل لي لقارب قبل يتم استدعاهم معناتها فما شكون اللي يختار مثلا الكونجي نتاعي يقول لك انا نستنى رمضان باش ناخذ كونجي باش نروح فما شكون يخدم في جهه معينه تلقاه يروح لعائلته المسقط راسه دونك لهنا يمكن فما انا شخصيا عشتير انا مش ماخذة من بلادي ونخدم في الزهرة وبلادي بنزرت وبلادي هو من الكابو بحيث فعلا رمضان كانت عنده معناها النكهة خاصة خاطر كنا نعرفوا العيد وقتاش دونك الليلة الأخيرة عند أمي عند أمه واش باش نقول رحم عند حماتي كنا نعرفوا اللي باش نعديه ليلتين في الشقة الفترة عند حماتي توا لا بالرؤية نجمش أنت تحضر فاليتك وغادي يقول لك لا راهو مش عيد هذه امور دينيه ما نجمش ندخل فيها اكثر اما تقعد لما قبل المراه ما تخدمش وما كانش ماشي التراويح نتاع النساء وكان زاد حتى العباد معناتها معناتها الاقارب حتى يسكنوا بحدا بعضهم معناتها هذيك يمكن تسهل زاد برشا بحيث اقبل الراجل يقصد ربي للجامع والمراه تقوم تعمل حركتها وتحضر ميده صغيره هكا معناها تبدا هذيك باللحلو بالغله بالكريم اللي كتب ربي كيما قلت لك كل ليله وش يكتب ربي بحيث فما جو عائلي يفرض روحه يسامبوز توا لا
تو المرأة تمشي للخدمة والمرأة الكبيرة ولات تمشي للتراويح وكيف يروحوا من التراويح معناتها مشوار وغدوا باش يقوموا للخدم ما تنجمش عم تسهر أصلا فشنو جديد تويك تويك ننظموا شقة الفطر مريرة عند كل واحد مرة عند دار خوك مرة عند سلفك مرة هما يجيوك فتلقى شقة الفطر وراه معناها السهرة ندلوهم وندلروا احنا معاهم وفيك يعني بقلب كبير بقلب طيب عنده نكهته الدينية عنده نكهته الاجتماعية نحيو برشا معناتها دونك نلخص نحيو برشا لهفة نحيو برشا هكا إقبال عط مخميخ وكأنه رمضان 30 يوم والعام بعد الشمع ولا راهو التطيب معناتها المرأة اللي فوندو فنانة طيب راهي حاجات خفيفة قليلة الكمية تفكر في غيرها تفكر اللي مريض ومن نجمش يصوم تقول يا ليتني فاطر معناها كيما الناس وناخذ كعيبة مر في شقان الفطر وناخذ صحيفة كريمة نتمنى مش حتى كي تاخذها تاخذها راهو مقهور وانت تعرف حضر في صحتك علاش قلت لك البارح راهو يحمد ربي اللي عنده صحة بدن ولو حضر الأجل وربي يفرض الميت من الحل فماذا بينا نكمل وسائل الإعلام كما أنت وبرشا حساس ونشتنتيفكم معناتها يحسوا العباد بالجوانب الإيجابية للشهر الفضيل إن شاء الله شهر كريم إن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية على كل من عزيز عليكم وعلى التونسيين والمسلمين الكل ووسائل الإشهار واللي ينزلوا ينزلوا العباد تغذر وتتشهر حرام عليهم هاوك الشيء اللي يعملوا فيه اللي قادرين عليه ما يسحقوش باش يشوفوا البروموسيون باش يشدوا الصف واضح يعيش يعيش بارك الله فيك شكرا لك تحية لكم انتم زادة على الاستماع لنا 72-328-500 على ذمتكم كالعادة لكومنتر متاعكم مساجدكم توصلنا على الباش فيسبوك راديو ماتيوزي اليوم بنحكيو على ذكرياتكم مع رمضان هل التونسي يعطي قيمة للمة ويهتم باللمة في رمضان في وقتنا توا وإلا لا مازلنا مصير معكم في أجورا حتى للخمس